لما سبت عائشة وتكلموا عليها، تعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام في المسجد. وتخيل الآن لو قام بيننا النبي، تدريش قال؟ قال: ما بال رجال، ما بال رجال يؤذونني في أهلي. يا الله، من طهارتها ما تدريش السالفة، راحت بيت أمها جالسة تبكي. دخل النبي إليها، ومن عندها؟ أمها وأبوها، أبو بكر وأم عائشة جالسين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا عائشة، يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن لم تكوني فإن الله سيبرئك. لما سمعت هذه الكلمة تقول: توقف دمعي. ثم قالت: والله لا أقول إلا كما قال الرجل الصالح، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ما أبي إلا رب العالمين هذا بس. تقول لأبيها: يا أبتي أجب رسول الله. يقول أبو بكر: لا أدري ما أقول يا بني. يا أمي أجيبي رسول الله. وتقول الأم: لا أدري ما أقول يا بني. تقول: فعلى النبي الرحضاء، العرق الذي كان ينزل عليه لم ينزل الوحي، يتحدر منه مثل الجمان، مثل اللؤلؤ. يقول: فغطي بثوب، نزل الوحي. تقول: علمت أن الله سيبرئني. فلما انفرج وسري عن النبي ابتسم وقال: أبشر يا عائشة، أبشر يا عائشة، فإن الله قد أنزل براءتك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا قاعد هناك ويسب ويلعن، هذا الذي تولى كبره في إفك الزمان هذا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آيات تنزل في براءة عائشة، ولا نحتاج إلى قول قائل أو دليل مدلل، فالقرآن يثبت براءتها. والله لو أمك واحد مسوي حفلة ويسبها وهي ميتة، تنام الليل؟ والله ما ننام الليل. طيب عائشة هذه، هذه أم هذه الصديقة، هذه الله أنزل فيها قرآن، هذه التي أحبها النبي، هذه أمنا الفقيه اللي روت لنا الأحاديث، اللي كان الصحابة إذا اختلفوا رجعوا إليها فتحكم لهم بالحكم، هذه المطهرة، هذه الشريفة، تسب وتشتم. انظر ماذا فعل المسلمون لما رسم الدنماركيون رسم لرسول الله، هاجت الأمة كلها، لكن يسب عرضه صمت. والله صمت غريب، والله صمت غريب. أخي، إنها أمك، إنها أم المؤمنين. الله يقول بعد حادثة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أبدا أبدا، طول العمر ما حد يتعرض لعائشة. شنو قال بعدين؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، حط تحت خطوطها، إن كنتم مؤمنين. لو كانوا مؤمنين فإن الكلام في عائشة لا يصح. أمام يا أمام لا لا تحزني، كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتقت لإخواني، اشتقت لإخواني. فيقولون: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فنادى: عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا: استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أرضي؟ فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أرضي؟ لو خرج النبي الآن بيننا
ورأى زنادقة الزمان يسبونها ويشتمونها، لقال لهذه الأمة: أين رجالها؟ أين حكماؤها؟ أين عقلاؤها يسكتون أولئك الزنادقة المرتدين؟ إحني سبيت كل شيء، أصحاب، لا تركت أبو بكر ولا عمر ولا خيرة الصحابة إلا سبيتهم. يوم دلت رؤوس وأذعلت كالسوائم تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم، فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم، ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم. حتى الأراضي سالوا رسول أهل العزائم، القول قول الصغائر أين غيرة الأبطال؟ أقسم بالله العظيم إن الله سبحانه وتعالى سيعاقبنا بتكتنا عن هؤلاء الرافضة الذين تماتوا على عرض أشرف رجل على وجه الأرض، ونحن ساكتون ولا نبالي وننام وناكل ونرتاح. ومحمد يهان.